إحكام المعارضة سيطرتها على جسر شغور يحمل أهدافا تكتيكية لها وزنها الكبير في المرحلة المقبلة، سواء أكانت سياسية أم عسكرية، لكنها لا تعني بالمطلق فتح معركة الساحل حيث ثقل النظام الشعبي. جسر الشغور هي آخر معقل كما يقال للنظام بمحافظة إدلب، وبالتالي الموقع الجغرافي هو صلة الوصل بين إدلب، جسر الشغور والامتداد الM5 الM4، الخط يلي بيوصل للساحل اللاذقية. فإذا عندك الموقع الأساسي يلي بيعطي أولوية واندفاع أساسية للمعارضة. اثنين، وهذه شغلة كتير مهمة، أنت الوصول إلى، نتذكر من سنتين صار في معارك بكسب، يعني إذا عندك أنت الخلفية للساحل السوري اللي هو مركز ثقل النظام البشري والشعبي والمذهبي إذا صح التعبير، وبالتالي الخرق الثاني اللي صار بمحيط العاصمة دمشق بمخيم اليرموك اللي هو مركز الثقل الأساسي السياسي للنظام. لما بنحكي عن جسر الشغور إدلب حلب، وكأنه المنطقة الشمالية صارت خالية من النظام، وهيدي عم تفكر فيها تركيا مستقبلا أن تكون بفر زون أو المنطقة عازلة، استثناء الرقة لأنه إلى حالة تانية ودينامية تانية. هذه أهمية جسر الشغور، القطع مع الشمال. إذا جسر الشغور صورة تانية، حلب جسر الشغور، وعندك الام 5 اللي حكينا عنه الأساسي، والام 4 اللي بياخدك على اللاذقية، بس مش معناتها سهل الوصول على اللاذقية. هذه دينامية ثالثة من جسر الشغور. المرحلة الثالثة هي إذا أخذنا جسر الشغور الوصول للساحل، هذا الام 5، يعني عندك حما، عندك الفيفتي فايف، عندك حمص، عندك الام 1، يعني الهدف كله هو هاي المنطقة الساحلية، لأنه هون عندك المعارضة وأغلبية النظام موجود على الساحل. حمص بتوديك على لبنان، والدينامية اللي عم تشوفها بلبنان جزء أساسي. هاي حمص، هذه منطقة القلمون، هاي منطقة القلمون نعرف هلأ الجيش عم يستعد للقلمون، وعندنا الهرميل، عندك هون عرسال، يعني هاي شوف كيف مربوطين ببعضهم كلهم. من هون بنروح على الدينامية الجنوبية اللي موجودة فيها، عندك الشام صار فيها الخرق باليرموك، عندك المثلث القنيطرة درع السويدة، والصراع هو على الام 5، من يسيطر على هذه المنطقة، لأنه هاي المنطقة إذا بتشوف هذا الفلاش بيغدك على القلمون، وبالتالي على حمص، وبالتالي على بيوصلك حتى جسر الشغور، صار كله مربوط ببعضه. فإذا هو عملية مقاتلة النظام على عدة جبهات، توزيع القوى، يحتم توزيع القوى، توزيع الجهود، وبالتالي تعب النظام. تحقيق المعارضة عددا من النجاحات في رأي المتابعين له أسباب عدة، منها إنهاك الجيش، أولويات إقليمية لا سيما لدى إيران وما يحدث على الساحة العراقية، الدور التركي السعودي، والأهم وحدة القيادة لدى المعارضة باستثناء تنظيم داعش. أعتقد أنه لن يسمح بسقوط النظام كنظام، ولا أتحدث عن الأشخاص، لن يسمح بسقوط النظام، وهذا قرار أمريكي، لن تسمح إيران بسقوط النظام. يجب أن ننتظر كيف ستتصرف إيران، ما هي سلوكية حزب الله اليوم، لأنه الأقرب جغرافيا إلى سوريا. أنا أعتقد أنه الهدف الأساسي ما يجري في سوريا، بغض النظر عن دينامية العراق، لأنه هو الهدف فصل المسرح العراقي عن المسرح السوري، وبالتالي العمل في سوريا على تحقيق نجاحات تكتية على المعنى العسكري، وبالتالي خلق ميزان قوى عسكري على الأرض، فقط للانتقال إلى المرحلة السياسية. ومع عزل النظام عن حلب، يقول حنا إن هذا يخلق حيثية شمالا ستكون تركيا اللاعب الأساسي فيها، وأن النظام يخشى خلق حيثية أخرى جنوبا بتوافق إقليمي، وإسرائيل لن تكون بعيدة عنه، ما يعني تطويق دمشق، إلا أن الولايات المتحدة ستكون ضابط الإيقاع بين الاثنين للوصول إلى تسوية سياسية. باسل العريضي، قناة الجديد.